من لندن مشاهدينا ينضم إلينا بسام طبلية، محامي مختص في شؤون اللاجئين. أستاذ بسام مرحبا بك. إن بدأنا بما تقوله المفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأنها لن تعلق على قمة هلسنكي وما جاء فيها بخصوص ملف اللاجئين، بذلك هل المفوضية تحاول الهرب من مسؤوليتها الإنسانية تجاه هذا الملف؟ مساء الخير لحضرتك ولجميع المشاهدين. مساء الخير. في الحقيقة لا، يجب هناك يقع التزام على الدول الموقعة على معاهدات اللجوء، وخاصة عندما تقوم بدراسة هذه الطلبات، بحيث أنه إما أن ترفض الاستمرار بطلب اللجوء على سبيل المثال، أو أنها ترى أن الأوضاع قد استقرت في البلاد في سوريا على سبيل المثال، وبالتالي يمكن الطلب من اللاجئين العودة إلى بلادهم إذا ما استقرت الأمور. من أجل ذلك كانت التصريحات هي الوقوف على حقيقة الموضوع من ناحية الأمان، هل يوجد أمان بالنسبة للاجئين السوريين، وبالتالي إذا تم رفض طلبهم أو على سبيل المثال تمت إعادتهم؟ لا شك في أنه في الوقت الحالي وبسبب عدم التمكن النظام من السيطرة على كثير من المناطق في سوريا، وبسبب أيضا وجود الكثير من المناطق التي القاضي على تحت سيطرة الأسد ولكنها عرضة للكثير من التهديدات، سواء التفجيرات أو خلينا نقول عمليات اغتيال أو شيء من هذا القبيل، هناك الأمان غير موجود في الوقت الحالي. وبالتالي يعني حتى لو استطاعت المنظمات الدولية الوصول إلى قرار أن البلد أصبحت آمنة بالنسبة للاجئين، هناك الكثير من التقارير الشخصية التي يمكن الحصول عليها من خلال تعيين خبير قانوني على سبيل المثال بالبلد، يمكن لطالب اللجوء الاستعانة بهذا التقرير بحسب قضيته بحسب المنطقة التي أتى منها، وبالتالي الوصول إلى نتيجة أن مفادها أن البلد غير آمنة، وخاصة إذا ما الأمر يرتبط عادة بطريقة الوصول إلى على سبيل المثال إلى حلب، إلى دمشق، إلى اللاذقية، عن أي مطار يستطيع الوصول توصل الطائرة من أوروبا من ألمانيا أو غيرها. إذا ما كانت النتائج وكان هناك اتفاق سياسي على سبيل المثال ما بين ألمانيا والحكومة السورية أن الأوضاع قد استقرت وقامت روسيا بالتهدئة النارية خلينا نقول، نعم، فيمكن عندها بمرحلة لاحقة الادعاء بهذا الموضوع، الحكومة تدعي بهذا الموضوع، ولكن نحن على يقين تام أن إذا كان هناك هدوء مؤقت فهذا هدوء قبل العاصفة كما يقال، وبالتالي سوف يكون هناك العديد من التفجيرات، العديد من العمليات الاغتيال التي يمكن التذرع بها والتحجج بها من أجل إثبات أن سوريا ليست آمنة حتى هذا الحكي في المستقبل، ولكن بدلا أن يكون الأمر بشكل تلقائي بالنسبة للسوريين الطالبين اللجوء يصبح عليهم عبء إثبات، إذ أن على المدعي أن يثبت أن البلد غير آمنة، في حين أن الوقت الحالي هناك الكثير من الأدلة التي تثبت أن البلد غير آمنة. إذا عبء الإثبات في مراحل لاحقة سوف يكون عبء ثقيل على طالب اللجوء، هذا كل ما هناك الفرق، ولكن لا تستطيع في هذه المرحلة الادعاء أن الوضع مستقر، لأن هناك الكثير من عمليات الانتقام التي يمكن أن نشاهدها وخاصة بالنسبة للمعارضين. طبعا يجب الإفادة هنا أن الحديث ما يجري الحديث هو حول موضوع خلينا نسمي لك إياها الموالين لنظام الأسد، وبالتالي السؤال هو حول وضع هل هناك حالة حرب أم استقرار. أما المعارضين بالنسبة لنظام الأسد فهناك مثبت، وباعتبار أن نظام الحكم ما زال قائما فبالتالي أسباب اللجوء بالنسبة لطالب اللجوء ما تزال قائمة، وبالتالي لا يمكن إعادة طالب اللجوء المعارض لنظام الأسد. إذا من يمكن إعادتهم هم فقط في الوقت الحالي الذين يخافون من الإرهاب، الذين يخافون من الحرب، الذين يخافون من الجماعات المسلحة أو خلينا نقول بعض بشكل ملغوم المعارضة إذا نسميها. إذا من يخاف من نظام الأسد لا يمكن في هذه المرحلة أن نطالبه بالعودة إلى سوريا، أما ولكن من هناك يخشى الإرهاب فيمكن إعادته. نعم، ولكن هناك يعني ضغوط يواجهها بعض اللاجئين في بعض البلدان بعودتهم إلى المناطق يعني مناطقهم في سوريا، خاصة هناك ضغوط بيروقراطية، ضغوط أخرى حتى، يعني ألن يكون هذا له تأثير أيضا عليهم؟ يعني لن يكون هناك من الناحية القانونية عندما تريد حكومة أوروبية ما عدم رغبتها بعدم استمرار احتواء بعض اللاجئين، يمكن عندها لهذا طالب اللجوء أن يطعن بهذا القرار أمام المحاكم الوطنية المختصة، على اعتبار أنه خلينا نقول أثبت أنه هو معارض، وعلى اعتبار أن نظام الحكم ما زال قمعيا في البلد، وخاصة أنه في مرحلة لاحقة سوف يكون هناك تقارير خاصة
حديثة تثبت أن النظام استمر في عمليات القمع والقتل والاعتقال، وخاصة بالنسبة للمعارضين الذين عادوا. عندها يمكن الاستفادة من هذه التقارير، أو على الأقل قبل الوقوع في وقوع المصيبة عندها يمكن الاستعانة بتقارير خبراء خاصين كما ذكرت، من أجل الطعن بقرارات وزارة الداخلية والذهاب إلى المحكمة لإثبات أن هناك احتمالية كبيرة على وجود الخطر على حياة طالب اللجوء. وبالتالي يمكن أن بوجهة النظر تبعي القانونية أن يفوز الإنسان طالب اللجوء بهذا الاستئناف. تفضلي. شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات بسام طبلية، محامي مختص في شؤون اللاجئين، حدثنا من لندن.